Aujourd'hui, بس هيدي تدير لعينها هيدي تدير لعينها كيف بسمي لا حيد يدك حيد يدك العين كيف على عيني بخلي يشدك لا باش ما تقيساش خلي باش ما تسمعش قيس قيس عينك يا بنتي ما تخليش ربي يصور فيك حيد يدك على عينك يا بنتي مالها؟ ما كتقدرش تحل عينها؟ لا ما كتقدرش من فوقها بزاف من هذاك اللحم اللي داخل ولا بحال الشحموم اللي على عينيها مشاهدي موقع شوف تي في مرحبا بكم على قناتكم شوف تي في على المباشر. احنا الان كنتواجدوا احد الاحياء ديال مدينه الدار البيضاء حي الفرح الزنقه 66. هذا الحي ولا هذه الزنقه اللي وقعت فيها جريمه. هذه البنت اللي هي مازال صغيره تقريبا 14 سنه دارهم خرجوها وسخروها بالليل ياك يعني تقريبا معاش يعني مع السبعه سخروها باش تمشي تجيب شي تقضيه من هذا مول الحانوت عادي جدا. جات باش تسخر ما لقاتش داك السخره اللي خاصها تجيب وربطت الاتصال بالام ديالها باش تقول لها بان ما لقيتش داكشي اللي خاصو يتجاب. فاذا بها كيوقف عليها الشفار يعني الشفار وقف عليها باش ياخذ لها التليفون. هي بالصدمه لان ما عمرها ما وقف عليها شي واحد باش يشفرها. بنت بقات مصدومه هادشي في الدرب ديالهم ولا رش عليها الماء القاطع على عينيها. عينها الان بحال حرجه عينيها بيضت عينيها منفوخين بزاف خارجين نشفو فوالا. هادشي وقع البارح. رجال الامن مشكورين داروا الخدمه ديالهم شدوه. الطبيب قال لهم ان عندها 48 ساعه الى عينيها تفشات شويه راه مزيان ما تفشاتش خاصها ترجع تشوف شنو خاصو يدار. انا نقربوا لكم الصوره فقط باش تشوفوا على قبل باش تساعدوا هاد الناس. هاد السيد كيناشد القلوب الرحيمه كيناشد الاطباء كيناشد الدكتور الشهبي فوالا. السيد كيقول ما كرهناش الدكتور الشهبي ان يتدخل في هاد في هاد الحاله ولا اي دكتور اوفتالمولوج يساعد ان الدري يرجع للشوف ديالها. عينيها من فوق ياك بزاف كراف ما كتحل ما سميتها بسمة ما عينك ما تقدرش تحلها. اذا خويا عبد الله عاودوا لينا شنو وقع بالضبط. خويا البنت ديالي الصوت غير الصوت باش يكون مرتفع. البنت ديالي البارح حوالي السابعة البارحة خويا حوالي السابعة وعشرين دقيقة مساء صيفطنا للحانوت باش تجيب لنا شي سخيرة ديال الدار. ملقاتش سخيرة. الدرية حاولت تربط الاتصال بما باش ما تقولش لها تعطلتي ولا تسولها واش تقدر تمشي شي بلاصه اخرى تجيب هذيك الصخره. يلا عيطت لما كتفاجئ بواحد الشفار كيوقف عليها قال لها التليفون. هي بقات كتشوف فيه تصدمات قال لها بغيتيش تلقى التليفون خرج شهر قرعه ديال الماء القاطع. الا ما كاين لا موصله والو ما الماء القاطع في وجهها في عينيها ديريكس وحيد لها التليفون ولا ذاب الفراغ. حيث ان رجال السلطه الحمد لله تمكنوا من بعد الايقاف ديالو وتمكنوا من
من التوقف ديالو ارطو بينا حنا اتصال بناء الحي قال لك زيد جريره بنتك في حاله استيريا راه كتغوت عينيه مي شدو رجال السلطه لقاو عنده القرعه ديال المرقطه فعلا الدري انا ما عرفتش كيفاش غادي ندير هذيك الساعه ديتها لوبيتال ديتها 20 غوست داروا لها المجهر شافوا لها عينيها قالوا لي راه داخل لها البرودوي الداخل ديال المرقطه غسلوا لها عينها بالسيروم داروا اللي عليهم لو نيسيسير الحمد لله حيدوا لها واحد العينه ديال الدم وجيكتوها لها في عينيها حيت عينيها نشفوا بياضوا عينيها نشفوا وبياضوا الحمد لله دابا ملي لقينا حنا الاسعافات في البوليس قالوا لي راه حنا شديناه باش دير محضر معاينه ديالك انت والبنت حيت البنت قاصر تبلغ من العمر 14 سنه واليوم عاوتاني ربطوا بيا اتصال صحاب لا بي جي عاود داروا لي محضر الاستماع ديالي كوم كوا باش غدا نمشي عند الوكيل العام باش يشوفني انا والبنت ديالي طلبوا مني السيرتيفيكا ميديكال حيت باقي ما خديناهاش عطاونا كل 48 ساعه ربطوا اتصال بالسبيطار قد ما تزاد على الحال قال لك جيبوها 48 ساعه تيشوفوا الحاله وكيفاش غادي تطور شنو كيدير الحاله ديالها ديال الحاله ديالها ما كتشوفش باللي راه ما نعسناش البارح ما نعسناش ما شفناش النعاس ولحد الان باقا الدري تنديروا لها الثلج على عينيها باش يبرد لها باش يبرد عليها الجو ملي تنديروا عليها الثلج تيبرد عليها الحال شويه تتغوت عندها دي بيكتومون في عينيها بحال كدقها بشي مسمار ولا قتيب ولا شي وراه ما سالش راسي مقاطع خويا دابا كنطلب انا منكم ومن الدكتور اشهابي ولا من اي شهبي الشهبي ولا من اي دكتور الله يجازيكم بخير الى ما عاون ما كنطلب حتى شي حاجه كنطلب عيب انتهاء الضوء ديال عينيها تنطلب من الله هو يشافيها ويعافيها والاعانه ديالكم ولا كاين شي محسنين اللي غادي يوقفوا معنا في هذا الباب انتم تصدمتوا حيت ما كنتوش متوقعين يعني حتى المصاريف ديال هذا الحاله ولكن تنطلب من الله ومنكم انكم تساعدوني واي واحد تسالوا الدعاء على الاقل الى مقام يدير هي جاي معنا ان الدريه ما حقها المدني وما تضيعش في الشوف ديال عينيها لان انا الظروف الصحيه ديالي ما كتساعدنيش انني باقي حيت انا عندي 52 سنه دابا دير هذيك باش ما تبقاش مبرزط عليها يا طلعي هبا وهاد البنت هادي راه مهدبه وباقا كتقرا وباقا عندها بالماريس قدامها وما غاديش تضيع بحال الدريه مشى لها الشوف يعني مازال كتقرا مازال كتقرا ومازال صغيره ومازال المستقبل قدامها مازال بزاف ديال الحوايج ومازال ان شاء الله يكون الخير يعني ما تهي باش ملي تهضره تعرف شنو راه الحمد لله دبرت تقدم الحمد لله الحمد لله على كل حال وكنشكر السلطات وكنشكر اللي وقفوا معنا وكاع الناس ساندونا وهذا انا كنطالب من الله سبحانه وتعالى ما يحشمناش ونطالب من الله الله يحفظها ويحفظ جميع المسلمين يحفظ جميع المسلمين انت كنت في الدار انا كنت في الدار مع الصوت باش يكون مسموع مزيان السلام عليكم انا الام ديال بسمه بشار انا سخرت بنتي باش تجيب لي شي سخره ندمتي حتى سخرتيها ندمت والله تندمت كون سحب لي نمشي انا ما نخليش انت تخرج انا سخرتها عيطت ليا هي قالت لي ماما ما لقيتش السخره اللي بغيتي واش يمكن لي نجي ولا نمشي نجيب حاجه اخرى بغات تقول لي بحال هكا في التليفون ولكن هي عصونات وقطعات في التليفون انا شفت التليفون ديالي لقيتها مصونيعه كنعاود نصوني بقى كيصوني التليفون مابقاش كيجاوب قلبي كلاني قلت بنتي ما يمكنش ما تجاوبش في التليفون انا كنعيط لها في التليفون ديال الصديقه ديالها بنت الجيران اللي كانت معاها يعني مسخره ما عنديش الدرب في الدرب لا هادشي ما كاينش واش الشفاره دابا ساكن تا هو هنا ولا منين جاي لا ما كيسكنش حدانا كيسكن بعيد كيسكن بعيد كيسكن بعيد علينا وجالسه في الدار واحد الوقت كنسمع الصوت ديال بنتي غوتت بابا عيني مشاو وانا طليت من الشرجم وانا كنبقى واقفه مع الاب ديالها في واحد الحاله ما يعني الاب ديالها كان مع هو الاول هو الاول هو الاول شافها الاب ديالها هو الاول شاف هبط كنجري شفت بنتي فواحد راسي واش لبس ما فهمتش ما عرفتش كهبط اللي كيبان لي هو السبيطار غندي بنتي ربي حاكم لي عقلي باش ندي بنتي على السبيطار مشيت انا والاب ديالها دينا للسبيطار دينا 20 غوش الحمد لله وقفوا معانا غسلوا لها عينيها وداروا لها داكشي ولكن انا هذا الشيء كيخلع اللاعب عندي بنتي عينها القطره بزاف داكشي اللي خوانا بزاف 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 بنتي عينها ما عرفتش كيكون
حيد 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 احيد هذاك ما عرفتش كيفاش نوصف ليكم بنتي عيدي انا كنت من اي دكتور انا ما بغيت والو انا بغيت غير الشوف ديال بنتي يرجع لها بغيت اي دكتور اي بروفيسور يوقف ليا في الضو ديال عويلات ديال بنتي كنت من الله ومن اي واحد من اي قلب رحيم يشوف من حالي ومن حال نحطوا الرقم الناس كيسولوا على الرقم ديالكم عطينا الرقم الهاتفي ديالكم عفاكم الرقم غادي يقولوا السيد ولكن نتمنوا منكم انكم تعاودوا تكتبوه باش يبقى في التعليقات على اساس الا كان اي واحد بغي يطوع طبيب ولا اي محسن او محسنه اللي بغي يتكلف العمليه ديال البنت ولا الطبيب ديال البنت يلقى الرقم 06 61 81 14 54 رشيد بشار ها الرقم صافي شكرا عاود عطينا الرقم غير باش نخليو الناس الوقت فين غادي يكتبوه ويبقى متداول في التعليقات 06 61 14 54 هذا هو الرقم الهاتفي ديال الاب ديالها اللي باغي يتصل به الرقم متاح امامكم البنت قال لكم دابا الطبيب 48 ساعه كل 48 ساعه ربطوا به الاتصال كل 48 ساعه ربطوا به الاتصال كل 48 ساعه باش يشوفوا كيفاش غيتطور هذاك داك البرودوي اللي دخل لها في عينيها كل 48 ساعه دابا المشكل قلتي لي ماشي غير في عينيها حتى فمها ونيفها من فوق ليها شلاقمها هادو كلهم تما من فوق الفم ديالها كله من فوق من فوق لا من يحس حيت الحمر رقيق دغيا تاثر رقيق يا ربي شفيها يا ربي امين كمازال يعني مسات تما عاونوها يعني غير مغارمه من بعد الحمد لله الدواء كاين كلشي كاين الحمد لله الحمد لله طيب راه تقدم ما بقاش كيف كان الحمد لله غير هاد الشفار خاصو اقصى العقوبات كما تدين تدان شي اللي خاصو يكون هي اللي عندك ولا عندك بني عندك بنيات عندي اربعه البنيات عائله عندنا اربعه البنيات حنايا اربعه البنيات ووليد خمسه العائلات العائله كتكون من خمسه الابناء عندك خمسه الوليدات اربعه اناث وواحد واحد ذكر اربعه البنيات وانا وامها هي سبعة وشنو العمل ديالك؟ العمل ديالي سالاري اجير عادي يعني اجير عادي يعني يلا مكافي مع الزمان ومع الكرا ومع الحمد لله على كل حال انا كنطالب من الناس يساعدونا ويتعاطفوا معنا ويعاونونا انا خليك ويعاونونا ويساندوا معنا لان انا هادشي ما نكذبش عليك جاني ان شوك لي مابقيتش كنسيبورتي دابا وليت كنطلع للدار كيشدني الهلع وليت تنخاف نتفاجئ شي حاجة لأن البنت ديالي الليل كامل وهي تتغوت وتدخل عليا الليل كامل وأنا فايق معاها ودابا نيت أنا مريح وكنطالب منكم باش تعاونوني الله يجازيكم بخير إلا ما تعاونوا معانا ووقفوا معانا لأن حنا محتاجين للمساندة ديالكم هاد الوقيتة حنا محتاجين ليكم توقفوا معانا وتساندونا الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير ان الله لا يحسنين اي واحد دار شي حاجه فهو الله هو اللي غادي يخلص انا كنطالب بالاعانه ديالكم ولو هي مغالمه غير في المورال غير بزاف ديال الحوايج اللي هما غادي يخليو الدريه هذه ما تضيعش في البالماريس ديالها وحياتها باقا صغيره وسيرتو في هاد لاج انا كون جات فيا انا هاد الضربه وما جاتش بنتي كون جات فيا انا دوزت حياتي وماشي مشكله كون جات فيا نتلقى عليها وما تجيش ليا في بنتي هذا هو المشكل ان هادشي حتى واحد ما كيتوقعو يعني في اي عائله ما كيتوقعش ولا ما كيفكرش بان شي نهار ولدو ولا بنتو ولا هو راسو تقدر توقع شي افات الله يستر يعني ما كاينش الواحد ما كيكونش موجد ماديا نتوما دابا الحاله ديالكم ما كتقولتي بسيطه بحال الناس يعني غير واحد غير عايش وصافي الحمد لله على كل حال عايشين بسطاء بحال ايتها الناس وكنحمد الله وكنشكروه والجيران ديالنا راه جاو لعندنا وساندونا وجاو كيأجرونا وكنقول لأي واحد جا لعندنا كنشكرو بزاف وكنطلب من أي واحد ولو عير ابتسامة في وجهنا راه هي مورال لينا ولا الدريه لأن دابا الظروف غير مجرى ديال حياتنا هاد المجرمات
ولينا كنطلعوا للدار كيبان لي انا بحال الشبح. انا البارح قسما بالله ما نعست، ما نعسوا في لوبيتال، ما عرفتش كيفاش غندير، ما عمرني تحطيت في هاد لوكا في هاد ليطا. دازو مواقف، ولكن الاصعب هو هذا ديال البارح. حقيقة هذه مر، والحمد لله على كل حال. اللهم اجرني في مصيبتي هذه خير منها. احسن كلام. الحمد لله وشكر لله اللهم لك الحمد. وكنشكروا هاد الاخوان اللي جاوا ساندونا وجاوا شوف تي في، جاوا لعندنا وهزوا بينا وتصنتوا لنا ولونصاو هاد المقال ديالنا، هاد لاشين ديالنا. هذا واجب، حنا كنتسناو فقط غير باش نوصلوا الرساله ديالكم. ثم محتاجين المساعده، محتاجين الدعم. شكرا لكم جميعا. غادي نعاودوا نحطوا الرقم 06 61 81 14 54. هذا هو الرقم ديال العائله ديالو. عافاكم المشاهدين، بقى 3790 مشاهد الان. الى غير النص كتب هذا الرقم راه مزيان. نكتبوا الرقم ونبارطاجيو، جاوب في التليفون، نكتبوا الرقم ونبارطاجيو، نقدروا نيميرو ماسكي جاوب. السلام عليكم. ما كيجاوبش صافي، خلي حيت اي لحظه يقدر يتصل بكم شي واحد. كاين ولاد الناس وكاين بلاد الناس. الله لهاد البنيه شي طبيب اللي يقدر يتبع الحاله ديال هاد البنيه، لان مازال باقا صغيره، مازال شابه، مازال كتقرا، المستقبل قدامها ان شاء الله. كنتمنى الحاله الماديه يرجع لها الشوف ديال عينها، ديال امنيتها والصحه، راهي كلشي راه الا رجعت لها الشوف راه اي الشوف ديال عويناتها، هادشي اللي كنتمناه. الحمد لله على كل حال، والله يجازيكم بخير، والله ربي ما غاديش يضيع اجر ديال المحسنين. نتمناو يا ربي واحد تعامل معنا، راه ربي راه كاين، ربي كبير. لان حنا دابا ولينا شوفي كلشي كيدعي معاك. سميتها بسمة، الناس كلهم كيدعيو معاك وكيقول لك ان شاء الله غيكون خير، وكلهم معاك. الله يشافيك، الله يشافيك، ان شاء الله غيكون خير ان شاء الله، بخير ان شاء الله. الناس كلهم كيسولوا فيك وكلهم دري صغار جاو لعندك، دري صغار والله قسما بالله. وحالة ما يمكنش، ما غاديش تعاطف. شافوا هذيك الحالة فاش ضربات، غادي تطيح وتنوض. شافوا هذيك الحالة ديالنا، صعيبة صعيبة باش ترياجي لك شي، صعيب الحالة. أنا لحد الآن باقي ما كنتيقش بهذاك الشيء، كنحاول ننسى كنحاول نسى، ولكن ملي ترياجي داكشي ما كيدخلش ليا، ما تيدخلش ليا. ما تقبلش كتشوف بنتك ولا ولدك ينتصاب وانت كتبان المقاطع اللي كتجري، ما خلى حتى شي حد يمسها بديك الخلعه وبداك الشيء اللي بقى فيها. كتجري وكطيح، كتجري وكطيح باش وصلت للدار. فواحد الحاله زعما ما تبغيهاش، لا لا وحق الله، الله ياخذ فيه الحق. دابا ما فهمتش انا، ما انا هاد الشفاره وحق الله العظيم، ما غير ما بغيتش نولي قال شي كلمه صعيبه. باغي تشفر، علاش غتضرب بالموس ولا علاش غادي تادي؟ خديتي التليفون، خذ وسير بحالك. علاش غادي تضربها بالمقاطع تضيع لها مستقبلها؟ ولاش غادي تضربها بالموس؟ ولاش غادي ترش عليها المقاطع؟ والمقاطع يعني انت جاي متعمد باش تقتل عباد الله ولا باش تأذي العباد الله. لا حول ولا قوة. فكان شي حكم، هذا خاصو شي حكم اللي ما عمر ما بغاتش نبقى ساكت. لا حول ولا قوة، حيت هادشي صعيب شويه. ما كتفهمهاش. شفر جا بغا يشفرك، اوكي هو جا شفرك، هو وقف عليك، خديتي التليفون سير بحالك، خديتي لي فلوس وكريسيتيه. الله يعاونني يعاونك، الله يربحك، ولكن علاش غادي تضربو؟ مشكلة كيكونوا مراد ولا ما فهمتش انا كيفاش كيفكروا في راسهم ولا سون بيتي، ما عندوش علاش غادي يضربك؟ كون كان كيخمم بزاف د الحوايج غادي يديرهم، ولكن هما يحرم بنيه ولا وليه من حياته كامله، حيت هو باقي ما متيقش. انا ما تنتيقش هذا الشيء، دابا انا تنشوف فيها، كنتمنى انني نشوفها كتشوف فيا وتتهضر معايا، واللي تنقيديها تنغنشي بها تنقيديها، انا اللي تنقيديها. باقي ما متيقش هادشي هذا، أنا تنشوف فيها دابا وتنخرجها، تنقول لها يمين يسار. الحمد لله على لطف الله، أن ما كانش كان غتوقع شي حاجة أكثر. ديما الله ما تيسد باب تا كيحل بيبان، القضاء والقدر تنآمنوا به، هذا مكتاب ديالها سان ديستان سان ديزيغ، ولكن أنا تنطالب من السلطات باش ياخذوا لي الحق ديالي. كنطالب السلطات باش ياخذوا لي الحق ديالي، كومسا باش أي واحد عقوبات جزرية
باش اي واحد كيفكر انه يؤدي واحد ولد الشعب، انا غادي كنامنوا بالسلطه في خدمه الشعب، والحمد لله هما ساندونا واجرونا، وتنطالب من المحكمه حتى هي تاخذ الحق ترب بيد من حديد. حتى انا لا درت لا فوت ناكل لا صح، هكا غادي تقاد كلشي وغادي يستقم وكلشي غادي ينضبط. انا كنطالب بان هذا السيد هذا خصو ياخذ الحق ديالو اللي هو ما ضيعوش فيه، وتا انا لا كذبت عليه ولا سمحت ليه. فاش غادي تكذب عليه؟ واش الصوره قدامك شنو غادي ما نزيدش عليه حتى شي حاجه، لان لاسين هو هذاك، هو هذا الحديث، هو هذا. انا دابا وليت تندخل للدار ما كنتيقش، ولادي كلهم ولاو مصدومين، اي سون سو توس تروماتيزي، سمي وليت خايف نشعر العائله ديالي، العائله ديالي على برا، كاينين العائله اللي ما فراسهمش هاد الحدث. دابا غادي يشوفوه الا تابعوا الموقف، الموقع هذا غادي يقدروا يشوفونا حنا، غادي يتفاجئوا، لان ما بقاش ليا الوقت انني ربط الاتصال بالعائله. وليت تنشوف ما مساليش انا غير البنت، دابا غير الصحه ديال البنت كتولي باغي غير تشوفها بخير ولا خير. هذه ميل هذا الشيء لا صعيب، ولكن انا تنشكر الله على فضله واحسانه، وتنشكر كاع الاخوان اللي ساندونا، وتنشكر كاع الناس اللي وقفوا معنا في هذه المواقف، لان موقف جد صعب باش بنتك تحرم من الشوف ديالها، راه بحال تعدمات. وبنت انا كنقول كون هي جاتني انا ماشي مشكله، انا نقدر نتعايش مع لا مالادي، نقدر نولي افوغلي با سوسي، ولكن هي باقي ما شافت والو في الدنيا، يلاه باغا تفهم، يلاه باغا يشيرش ا كومبروندر، حتى كتبقى ضربه قاسيه فيكتيم ديالاش، ديال ضحيه ديال شفار. ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حسبي الله ونعم الوكيل. عفاكم بارطاجيو هذا الفيديو على قبل هذه البنيه، واللي يقدر يعاون ماديا الرقم راه هو عندكم، غادي نعاودو نقولو هو 0661 81 14 54. اللي يقدر يتعاون ماديا الناس في حاجه ماسه، المحسنين الخوت ديالهم المغاربه محتاجين اي طبيب يقدر يدخل على هذه القضيه وعلى هذه الحاله ديال هذه البنيه، لان مازال قاصر 14 سنه، باقا ما شافت حتى شي حاجه، مازال قدامها المستقبل، باغات تقرا دير اسره ديالها ان شاء الله مستقبلا، وكل شيء ربي قادر عليه. يعني فقط نتعاونوا مع هاد الناس، اللي يقدر يعاون ماديا الرقم امامكم، تصلوا بهم ولا اي طبيب، اي مصحه فيها الخير، ولا شي طبيب اي محسن يقدر يتعاون معهم، لان ما سهلاش، يعني مصاريف كثيره وكثيره غدا تكون. وكيف سمعتوا السيد يعني بدون كذب وصل لي يعني داكشي اللي عنده، ولا غادي يعيش بغير العائله ديالو، ولا خلص غير الضوء والماء والكرا ولا باش ياكل، راه صعيب الحال. يعني نضامنوا ونتعاطفوا ونتعاونوا بعضياتنا، والله المستعان، والله المستعان، احسن كلمه هي هذه. اختي الله يسمعكم اخبار الخير، شكرا لك والبنيه الله يجيب لها الشفاء يا ربي. شكرا جزيلا. غنزيدوا شي هضره اخرى، غادي نوليو داخلين في انا بحال هادشي كي لا حول ولا قوه الا بالله. واش كانت بنت شنو دارت ليه، ولا ما كيعرفها ما كتعرفو، ما عندهاش حتى الصحه زعما اللي غادي تعرف باش يدير لها ديك الحاله اللي غتكون تعافرت معاه ولا دارت ليه شي حاجه. لا حول ولا قوه. خديتي التليفون، سير خذو هرب، سير بحالك، علاش غادي تضربها، علاش غادي تحرمها من المهم الضوء ديال عينيها. مازال شوف ربي كبير الشفاء ان شاء الله. الظلام كيفاش وكلمة نور، داكي الله هو اللي غادي يخلص كلشي. كلمة الظلام كلمة نور، نور مازال نور ان شاء الله، تشوفو وتشوف بنتك وتشوفك حتى هي، فهمتي؟ مازال شوف يا ربي يوجد ولا يسهل في شي طبيب، شي بروفيسور ولا شي محسن او محسنه اللي يقدروا يعاونوا هاد العائله في البنت ديالهم، لان المصاريف كثيره وكثيره جدا في هاد الحاله. غير هي خصها تامن بالشفاء بيد الله، وكل شيء قريب ان شاء الله. الى هنا مشاهدي موقع شوف تي في، غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا المباشر من حي الفرح، الزنقه 66. هذه العائله محتاجه الدعم الكبير ديالكم، اللي يقدر يتعاون مع هذه العائله ماديا محتاجين الدعاء ديالكم،
وماديا باش يقدروا يعالجوها في المستشفيات اي مكالمه جاوب عليها. السلام عليكم. لاباس علينا. بسم الله. نعم. شي مشاهد من لايف؟ الحمد لله. باقي دابا يلاه مشينا للوبيطال، مشينا للوبيطال قالوا لنا ربطوا بينا اتصال كل 48 ساعة، إذا تجهد عليها الحال بزاف خصنا نديوها دابا، باقي ما عرفتش أختي شنو طلبوا لينا، فهمتي؟ ما عرفتش شنو غادي يطلبوا لينا، قال لي عندها درجة ديال الحريق فيتا فيتا يعني عندها خطورة، غير مع هذا الموقف. ديهم في لوبيطال قال لي باش تاهي ما يشدهاش العلاء وما تخافش ديها للدار من الاحسن وبقى تراقبها وكل ثلاثه السوايع دير لها التقطيره ودير لها التقاطر وداك الشيء ويلا تجهد البارحه اختي ما نعسناش والله ما نعسنا قسما بالله ما نعسنا انت راه فين اختي ايه غسلوا لها عندي دوسي غسلوا لها عينيها بالسيروم وجيكتاو لها الدم حيت عينيها نشفوا لها عينيها ولاو بيضين واحد العين بعدا اكثر من الاخرى وحده شويه كتشوف بها داروا لها لي زالفابي وحده ما شافت بها وحده كتشوف بها مواتي مواتي نص نص هادشي اللي كاين دابا قال واخا واخا نصيفط لك انا غادي كاع غادي نشوف واخا اختي شكرا بزاف اختي الله يجازيك بخير مستطاع الله يجازيك بخير غير هاد الهضرة اللي قلتي واخا اختي شكرا بزاف اختي واخا اختي غنشوف الدوسي غادي نصورو ونصيفطو لختي واخا اختي حسن مغربي حسن كان صوني والتليفون مشغول خويا حسن السيد كيتكلم في الهاتف مع شي متصله يعني تقدر تصل به دابا الا كان تعاون اي واحد الا قدر باش يعاون يتصل به الله يخلصك انا سميتي رشيد الدار البيضاء اختي الدار البيضاء واخا اختي ان شاء الله حيت اختي غدا قالوا لي باش غنمشي للمحكمة غدا خصني ندي عند الوكيل العام راه حيت باقي ما عطاونيش صحتي هي الاولى واخا اختي انا نبقى معاك على الاتصال اختي هبط الميكرو صافي هبط الميكرو ارتاح مع راسك وامشي معاك غدا في الصباح اختي للمحكمة غندي حيت هي قاصر ما مينور كنقول لها واش بغيتي تتابعي كتقول لي ما عرفتش قلت لهم انا لا كان مقتل عقلي ولا شي حاجه غنتنازل له غنسمح ليه ولكن الا كان هو عنده قوى العقليه مشدود هو دابا قبطوه مشدود شدو البارح السلطات ما تفكوش معاه حيت كاع الناس ساندونا اختي دابا اول وحده عيطت حيت باقي معايا شوف التيفي في الدار دابا اول وحده اتصال هي انت نقول لها كنشكروها قول لها حنا كنشكروك
كنشكرك بزاف والله كنشكرك بزاف. اي متصل قدر يتضامن مع هذه العائله ماديا ولا عنده شي تدخل مع شي مصحه او شي طبيب خاص بالعينين يعني يقدر يعاونهم ما كرهناش اللي يقدر يتعاون معهم ماديا. الناس محتاجين الدعم ديالكم. واخا الاب ديالها والام ديالها راه من قبيلهم ما كيبكي والله يحسن لهوان البنت ديالهم صعيب باش تقبلها. يعقوب المنصور نقدر اختي نشوف شي واحد يوصلني انا نهبطك فين غادي فين قالت في يعقوب المنصور شنو البلاصه في يعقوب المنصور ماشي انا وخلاص لا نجي نشوف. شكرا بزاف شكرا اختي بزاف شكرا بزاف اختي واخا شكرا لك اختي الله يسعدك بخير شكرا. هيدي يدك هيدي يدك على لعينك كتهبط لها الماء كيهبط لها الماء كيهبط لها الماء لعينك شكرا بزاف الله يرحم الوالدين مع السلامة اختي في امان الله اختي في امان الله خليها تسكى خليها تسكى شوفي تسكي خليها تسكى خليها تسكى جاوب ما تحبش تعيط لي واحد الكوزان ديالنا إذا كان شي واحد من العائلة خليه من بعد لا غنخليه لا دابا تروز ابيل راه اتصلوا بك شي وحدين قال لك اوكيبي تتاكتيفي دوزيام ابيل اكتيفي دوزيام ابيل باش شوفي واي اي رقم قيدوا في ورقه اري واحد ستيلو فوالا قيدوا دخل الواتساب يقدروا الناس يتواصلوا معك في الواتساب في الواتساب راه دابا هذه قالت لي انا غنتكلف تكلف لك قلت لي راه اثرت عليا البنيه راه شكون اللي ما تاثرش فيها شكون اللي ما تاثرش فيها قلت لي وصيفط لي الدوسي ديالها اريت ستيلو ورقه الله يرحم لي الوالدين راه كاين بنات الناس وكاين مازال الخير وكاين ولاد الناس اللي يقدر يعاون هاد العائله في هاد البنيه راه مازال محتاج فين الواتساب كيعيطوا لك ولا عيطوا لي ديريكت هادو الناس اللي كانوا اتصلوا به لقاوه اوكيبي راه كان هذه هي عيطت لي دو فوا بعدا وهذه ها هو الرقم ديال هاد المراه هذه ديال يعقوب دخل واتساب دخل واتساب يعقوب المنصور ديما ندخلوا باش تجاوبوا الناس شوفوا شكون اللي غادي يتصل بكم ان شاء الله يكون خير يكون خير امين اخويا هاد السيده طبيبه ولا شنو ما عرفتش قالت لي جي عندي واش تقدر تجي قالت لي انا نخلص لك الطاكسي وجي لعندي ليعقوب المنصور دابا لا ماشي دابا قالت لي غدا قلت لها غدا عندي محكمه قلت لها غدا عندي محكمه انا ما نقدرش كاين ولاد الناس كاين ولاد الناس وكاين ولاد الناس اذا مشاهدي موقع شوف تي في بدون بلا ما تجبد السميه ديالها باش الرقم ديالها كتبوا ما كاينش السميه مع لا بلا ما تقول الرقم ديالها غير خليه بينك هاي تتعاود تعيط جاوب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ايوه انا هادشي اللي كيفرحني هو التضامن ديالكم هو الخير اللي فيكم هو الرحمه اللي فيكم يعني متصل اخر كنقولوا ليه شكرا لك والسيده اللي اتصلت من قبل كنقولوا لها شكرا لك شكرا جزيلا يعني غير باش تهز المورال ديال العائله اللي هي في واحد الهم وضعف مادي راه ما سهلش الاب باش يبكي راه ما سهلش بالالف بي اس عطيني لاكارت ناسيونال نصوروها ونشوفوها كاع هنا الا كانت سي اش ا ار باشا اي اخويا انت مشكل اخويا انا الدار بيضا اخويا غنشدك بشويه انا الدار بيضا في حي الفرح درب السلطان غادي هذه هي البطاقه الوطنيه ديال السيد اللي باغي يتواصل اللي كيسول على الاسم ديالو يعطيها فيكم
امين اخويا. نسالكم الدعاء اخويا. رشيد بشار. صحيح صح لما تملمت اخويا العسل ديالي راه من هذا الشيء الواجب ما تبكيش اخويا، ولكن راه سي بليفور عليا اخويا، هذا الشيء مشد عليا بزاف. لا حول ولا قوة الا بالله اخويا، اسمح لي اخويا. شكرا شكرا اخويا. بارطاجوها فيكم هذا الفيديو وكتبوا الرقم. شكرا اخويا. نعاودو الرقم هو بلاتي نشوف 06، الرقم هو هذا عفاكم عاودوا كتبوه 06 61 81 14 54. هذا هو الرقم ديال هذا السيد. شنو قال لك؟ قال لي ان شاء الله انا غادي نتصل بك باش ما كان لكانت شي مساعدة ولا شي. الله قولي كيف ما كان الحال، غير بشوية بشوية كثير ولا قليل نقضيو الغرض ونتعاونوا على حساب هاد البنية باش ترجع تعيش الحياة العادية ديالها. الناس اللي يلاه داخلين باش يشاهدوا هاد المباشر، هاد السيد والزوجة ديالو عندهم أربعة البنيات ووليد، عندهم واحد البنية عند 14 سنة سخروها للحانوت باش تجيب واحد الصخرة، ما لقاتش ديالها باش تقول لها فوالا راه ما لقيتش داكشي اللي خاصو يتجاب. وقف عليها شفار، خدا لها التليفون ورشها بالماء القطع، يعني برودة الدم رشها بالماء القطع، عينيها تنفخو ولاو بايدين من الداخل. محتاجين مصاريف كثيرة وكثيرة، لا قدر الله تقدر تكون انت عملية ان شاء الله، الا قدر الله انا كنتمناو لها ان شاء الله غير الشفاء والعافية. محتاجين الدعم ديالكم، هما مصدومين، البنت غير كتبكي عينيها منفوخين. غنشوف غيبقاو يتصلوا بك حيت ولاد الناس بلاد الناس والخير موجود. غير السلام عليكم. هذه القصه ديال الناس اللي يلاه دخلوا باش يشاهدوا هذا المباشر. البنت عينيها منفوخين، عينيها بيضين، محتاج كل 48 ساعه تقدر ترجع للطبيب. هو كيناشد القلوب الرحيمه المحسنين او اي طبيب يقدر يعالج ليه بنتو، لانهم تفاجؤوا بهذه الحادثه اللي ما كانوش كيتوقعوها، والمصاريف ديال العين كثيره وكثيره بزاف. شكرا اختي، الله يجازيك بخير اختي. اذا غادي نوصلوا نهايه المباشر، نخليو السيد على راحته يتلقى الاتصالات ديالكم، بارطاجوا الفيديو، ولا كان اي مسؤول من وزاره الصحه كيشوف هذه الحاله ديال هذه البنيه ما كرهناش التدخل ديال اي مسؤول او اي طبيب عنده القدره انه يتكلف وتكفل بهذه البنيه التطبيب ديالها في العمليه الجراحيه، ويشوفوا ليها العين فين واصله درجه الحريق، لان ما القطع انتم عارفين شنو كيدير. يلا يلا، اذا غادي نوصلوا نهايه المباشر، ما غاديش نكملوا. انا دابا بديتو كتلقاو اتصالات من هاد الناس، نتمنوا يكون خير ويكونوا الناس اللي غادي يتصلوا بهم عافاكم، الناس اللي غادي يتصلوا كلمات الخير والدعم نكتبوه غير في ميساجات والدعاء لهاد البنيه اللي غيقدر يعاونو ماديا اللي يتصل بهم، واللي عنده شي تدخل مع اي مصحه يتصل بهم، اللي باغي يدعي معاهم يكتب في ميساج دعاء ولا يدعي في الخاطر لهاد البنيه ان شاء الله، باش الناس هما يلقاو راحتهم باش ما نفرصوش عليهم اكثر. الله يحسن الاوان، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك مشاهدي مقشف تي في. وكنشكركم بزاف 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 على التضامن ديالكم وعلى تلبيه النداء ديال هذا الاب اللي مجروح على بنتو. نشكركم حتى حنا والسيده اللي تصل كنشكرهم بزاف، وتبارك الله عليكم والله يرحم لكم الوالدين. احسن كلام، تبارك الله عليكم.